تنزيل التوجيهات العربية لمدرسة المستقبل وتنمية المهارات الرقمية في المجال التربوي في سياق التحول الرقمي وإعداد المعلمين لمدرسة الغد، كلها أهداف سعت إليها أشغال المؤتمر 13 لوزراء التربية والتعليم العرب. وفي كلمة ختامية للمؤتمر أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بن موسى على ضرورة متابعة مخرجات هذا اللقاء وتوصياته بغية تحقيق ما تم الاتفاق عليه واستقبال الدورة القادمة بحصيلة مشرفة، كما أعرب عن شكره لكافة المشاركين والمتدخلين على مساهماتهم القيمة في إغناء هذا الملتقى، سواء من حيث المناقشات أو المقترحات التي من شأنها الإسهام في الارتقاء بالمنظومة التعليمية. خلال هذا اللقاء تم الخروج بعدة توصيات تؤكد على ضرورة إيلاء العناية اللازمة لتوفير فرص الحصول على التعليم الجيد والمنصف لجميع الأطفال والشباب وتعزيز الآليات المهارية للمنصف معلمين في مجال الرقمنة وتطوير البنية التحتية والتجهيزات التقنية وتطوير الإدارة التعليمية الرقمية وتوفير برامج ومحتويات رقمية كفيلة بالارتقاء بالمنظومة الاجتماعية والاقتصادية.